أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق مبادرة أحسن صاحب لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شهدت المبادرة تحركات جماعية لفرق متطوعي صناع الحياة للتوعية بالمبادرة وأهدافها في المراكز والقرى، من خلال إقامة الكرنفالات وحملات طرق الأبواب، بجانب توزيع نشرات لشرح الفكرة والدعوة للاشتراك فيها من الأصحاء وذوي الإعاقة.